مع محمد الخماسي. يا فيم على راديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل قاعدين تسمعوا فينا. صحة شريبتكم، رجعنا لكم هذه ليلة. يحضر بحضرنا توا من بين أكثر الضيوف قدرة على الإقناع في ظهوره التلفزي في التمثيل، الشخصيات اللي ياخذهم يعني حتى توا في الكواليس قل له صعب أنه نقنع الناس اللي موجودين ولا الناس اللي بش يسمعونا طيبة الشخصية في أرض الواقع، طيبة الإنسان. سعيد جدا باستقبال سي حمادي الوهيبي. صحة شريبتك. صحة شريب. فرحان برشا أنك موجود بحضرنا في ليالي، شكرا لقبول الدعوة. نحكي معك على زوز أعمال موجود فيها سنة تقريبا، كان يا ما كانش وحب ملوك. حب ملوك العمل اللي مالورزمو صار له الطارة هذا إيقاف العمل 7 أيام في الجزائر، ثم تضامنا قناة حنبال تقرر أنها توقف العمل. هات نبدأ نحكي على فكرة العمل، كيف جاء عمل تونسي جزائري إخراج نصر الدين السيلي، كيف جاتك الفكرة والشخصية وكيفاش اتصلوا بي؟ هو ساعة أنا لأني نتابع في الدراما والدراما التلفزية، مش كان فقط في تونس، أنا نتابع في الدراما العربية بشكل عام، وطبعا يهمني التطور الحاصل في الدراما اللي قاعد يقع في ليبيا وفي الجزائر لأنهم قريب لنا، وانا نربط بين الدراما وبين الحاله الاقتصاديه والحاله السياسيه اللي نعيشوا فيها في البلدان هذو. ثم التقارب قاعد يقع وقاعدين ياسوا له الشيء هذا، فهمت من قبل. ويبدو انه المنتجين بشكل عام في المطلق امنوا انه لابد من انه نعملوا وحده، اذا كان نحكيوا على وحده مغربيه لازم نتحدوا في بعض المجالات الاقتصاديه والثقافيه والفنيه وكذا، يقع هالتقارب هذا، فهمت. انا قاعد نشوف في المحاولات اللي عملوهم المخرجين التوانسه في الجزائر اسونسيلمون نصر الدين السيل ومديح بالعيد، ومديح بالعيد ومديح، وفي كل مره يقدموا اعمال فنيه تلقى حظوه تلقى حظوه. وانا نتبع كي نبدا نحكي مع ممثلين ولا جزائريين ولا كتاب، محمد شرشال والا النقاد المنصوري ولا عبد الحق بن معروف الممثل وكذا، يحكيوا معايا على رجع الصداء نتاع الاعمال الفنيه اللي اخرجوها التوانس، ومش فقط المخرجين، عندك لي تكنيسيان ايضا، مديري تصوير، مصورين، ميم دي ماكيور مشاو غادي يحضروا، فانا نتبع في الشيء هذا. كي جات الفرصه مع نصر الدين اقترح علي هو وفاتن السيناريست فاتن الشادلي اللي هي في نفس الوقت ممثله وكاتبه السيناريو، اقترحت عليا، ووقتها هما قاعدين اوفيريا مزور قاعدين يكملوا في العمل. فذاك علاش تحل البيست بتاع خليل وبوها واحد في الشيء هذا، الشخصيه هذه. العمل كيفاش كان مع فريق تونسي جزائري؟ كيفاش لقيت راحتك التعامل معاك، ولا فما تعامل خاص يكون مع الممثل، خاصه انه فريق مش من بلد واحد، تونسي جزائري؟ والله تعرف معناها ما تحسش راو يعني لولا انه يتكلم قدامك باللكنه التونسيه ولا الجزائريه ما تحسش. ناس يخدموا مع بعضهم وانفلستنسوا ببعضهم، يخدموا مع نصر الدين يفهموا بعضهم. اول تعامل انت مع نصر الدين سيلي؟ انا اول تعامل. جمال مدني يقول لي نصر الدين سيلي كمخرج صعيب شوي، فوار صعيب برشا، قال لي صعيب في تعامله، مع العلم انه ممثل زاد نصر الدين سيلي. كيفاش لقيته؟ هو هذا لانه هو ممثل، فنصر الدين اكزيجان في الديريكسيون دكتور، وانا ديما نقول لهم المخرجين اللي مروا بالتجربه ممثل كيما الاسعد الوسلاتي وكيما عبد الحميد بوشناق، الناس اللي جربوا التمثيل بعد وقت اللي يمشي للديريكسيون هو يا اخو يلبس الجبه نتاع الديريكتور، معناها اداره الممثلين يولي اكزيجان بالطبيعه، اكزيجان ومن حقه، فهمت. ولكن نصر الدين يفهم، يحكر، معناه يعرف مع شكون الممثل اللي قدامه. ثم ممثل ما تعرف بالاشاره يفهم، وقال معناه ثم انطانت ما بيناتنا، خاطر هي شنو كي تبدا مخرج صديق انت وياه اصحاب في الدنيا تتعاملوا مع بعضكم يسهل التعامل، فهمت. انا كي نبدا نختم مع حمادي عرافه ما خاطر اصحاب في الدنيا، معناه نبدا يعرفني قد قوتي وانت تفهم. نصر الدين يفهم، يعرف، يعني يتبع ياسر مسرح نصر الدين، يشوف في الأعمال المسرحية، يعرف معناها التكويني أنا وشخصيتي واحد وين ماشيين، دايور ما نتعبوش في التعامل وفي الخدمة. وثم حاجة أخرى مهمة هي أنه اللي بارتنير اللي معاك، الممثلين اللي معاك، اللي معاك معايا جمال مداني، نجوى ميلاد، يسر عيد، فاتن الشادلي، هذوما الكل معناها باين، وزوز ولاد زاد الممثلين الجزائريه زاد ما قصروش، فهمت. ارتاح انه التعامل يكون اساسا مع ممثلين عندهم تكوين مسرحي؟ طبعاً اسهل لك؟ طبعا بكثير
نادرا وين نديم نقولهم استثناء أنه ممثل يتميز ويتفوق في الأداء متاعه وفي شغله في خدمته وهو ما عملش تكوين مسرحي. خاطر تكوين مسرحي راه مهم. ديما نقول أنا راو الأمريكان نجحوا والسينما الأمريكية نجحت على خاطر ثم حاجة اسمها لكتور ستوديو. وأهم الممثلين الكبار تعديوا بيه تعديوا حتى القدم راه ومارلي مورو وانتي جي وكلهم مرحلة مهمة وروبرت دونيرو الكل ديكابريو الكل فوالا حتى في بلاتفورم تاع هوليود يعني حتى باش نحكيه من بين الحاجات اللي تحطهم في السي في نتاعك ولا في بياناتك انك لازم تحط عندك تكوين مسرحي ولا لا وهي من اهم النقاط اللي ياخذوا بها اي ومهم وانا هنا راه نحب ناكد على حاجه كي يقولوا التكوين مش فقط التكوين الاكاديمي اللي هو في أي. المعهد العالي للفن المسرحي صحيح التكوين في المعهد العالي للفن المسرحي مهم والدليل انك تشوف انت المخرج الممثلين الكبار كي معناها كي زون اكسيلي السنة وجيهه ولا فتحي ولا نعيمه ولا اولاد المعهد العالي زادة. وهذا مهم ولكن ثم شكون عمل تكوين ايضا في ورشات ورشات تكوينية توفيق جبالي توفيق العايب المديري اي بياسير هذوما غازي الزغباني هذوما كلهم قاعدين يعملوا في ورشات اللي قاعدة تكون احنا زادة في مراكز الفنون الدرامية نعملوا في الاكاديميات قاعدة تطور وقاعدين نعملوا في حاجة باهية في الفورماسيون واضح العمل قلنا توقف تقريبا في الحلقة الثامنة سبع ايام عقوبة قرار ايقاف العمل قاسي شوية تعتبره قاسي برشا قاسي برشا قاسي برشا ما ما انا تفاجأت بالصدفة ان الحلقة ذيك ما شفتهاش عملتها كي ورجعت لها معناها باش نشوف رجعت للقطة رجعت للقطة تستحق العقوبة ليه عادي انا تو كنت نحكي مع الكاتبة السيناريست فاتن الشاد اللي نحياها يونس الدين معناها شفنا حوايج هذاك في الدراما المصرية قبل في المسلسلات اخي انت كي تتفرج في العمدة ويبدا يغزر للشغالة ويبدا يشيع فيها بعينيه وكذا واحد صافي بارتي معناها من شغله من خدمته فهمت من الحبكة الدرامية واحنا تو شوف لي حل يتفرجوا فيه في الجزائر بشكل لا يصدق لا يصدق يتفرجوا فيه برشا كي تشوف العلاقة ما بين كمال التويتي وما بين الكاتبة متاعه ددوا كلها في الجو ذاك فما بالك ما نعرفش يعني فادلك يمكن الشاد اللي العرفاوي عينيه حرشة شوية الشاد اللي العرفاوي يتحمل المسؤولية تحية لي جاد وانا مش يقوله رك عتبة معناها تحية لي جاد اللي العرفاوي هو روينا في باب النكتة قلت لهم نصر الدين ما فاقش به وقت اللي يغزر بعينيه كيك والشاد اللي نساره العادي في شيء ما فيه شيء اللقطة بالحق ما فيه حد شيء قاسي تعتبره القرار وجد في وقت يمكن ذرة العمل مازال التصوير مازال قاعد يتصور العمل كملنا البارح التصوير وفي التصوير العمل اي نورمال من المفروض وفي التصوير من المفروض وفي التصوير كملت لي سيكونس نتاعك وقعت ثم ظروف معناها هالقصة هذه والجو ذا ترك انه ثم حاجات باش نضحيوا بها ولكن ما تاثرش ان شاء الله ما تاثرش في الكتابه الدراميه للعمل باهي نحكيوا على حضورك في كان ما كانش ضيف شرف الاتصال بك كيفاش كان وهل راضي على مساحه الشخصيه قابلت مره في فرنسا انا وعبد الحميد بوشناق في مطار مارسيليا يظهر لي وقت انا ماشي لافينيو وهو غادي في المطار واقفين فهمت نحكي وحكينا على اساس ان شاء الله في توجيه مشروع ونتقابل وانا عجبتني التجربه نتاعو من ايام الدشره الحقيقه عجبتني حتى سيت كوم ثم سيري عملها قبل في هذوكم اي اسمع هذوكم اي باهي خدمته عنده ما يقول الراجل بورتور دو بروجي عنده مشروع في ذهنه وفي مخه مش برشا مخرجين راهو حاملين المشاريع ويخدموا فجات الفرصه كلمني قال لي حاجتي بيك في دور باش تخدم معايا حلقه ولا حلقتين قلت له بك ان جران بليزير مشيت بكل احترام تعاملوا معايا ظروف الانتاجيه باهيه الخدمه معاهم زاد باهيه ليكيب كلها باهيه انت شفت الجزء الاول اي تفرجت عجبك العمل الثاني خير متطور اكثر الثاني متطور اكثر اي متطور اكثر شخصيتك اي مخيفه نوعا ما علاش لصقت شويه الصورة هذه ثم هو نوع من النمطيه لكن انا حاكي انا ومثلا حكيت انا وعبد الحميد وحكيت انا ولسعد الوسلاتي بيدو على اساس انه تجي الفرصه اللي يلزمنا نخرجوا من الطرح هذا وانا كان ثم مشروع من المفروض في احكي واد مسلسل محمد يعرفها اللي ما
التو نتمناه انه يتصور انه باش ناخذ دور اللي مختلف تماما على الشيء اللي نقدم فيه هذايا. وانا ديما نعطي ليكزامبل نتاع محمود المليجي، يقول لهم راهو النمطيه مش باهيه، والدليل انه في فيلم الارض وقت اللي جبت محمود المليجي بدور الطيب عمل حاجه به. اللي ما يعرفوش برشا تواسة اني انا عام 2006 2007 لعبت دور مسلسل 30 حلقه على البي سي اسمه يا هلا امي منى نور الدين، ما تعداش في تونس أي. ولكن خمسة سنوات خمسة مواسم وقتها تعدى الاعلام اي الاعلام التونسي ديما ما ينتبهش للحوايج هذيا. نخدم فيها رجل اعمال طيب باسمي حمادي دايور يعيطوا حمادي ما شافوش العباد حمادي الوهيبي. كي تمشي توا انت في لبنان في الوقت هذاك التجربه باش تفهم الامباكت نتاع التلفزه والادوار، كان تقول له هذا يلعب في ادوار الشر في بلاده ما يصدقوكش، يقول لك لا حمادي عاد طيب يعمل حمادي. في الخير ويقدم في الاعانات للناس وواحد ويحل في المشاكل، فهمت؟ في تونس الصوره تربطت نوعا ما بوراوي لحنش. بوراوي لحنش بوراوي لحنش الريحانه قبل رحومه رحومه بوراوي لحنش هو الاسم الاهم والاكبر اللي قعد. عشت بربي النجوميه في لبنان وقتها كان عندك يعني كي تتعدى الناس تتفكر حمادي مش برشا لا مش برشا ما رجعتش فيه سعب وفي تونس بعد بوراوي لحنش ونحن جايين لاباس اي لاباس كي تتعدى لاباس لاني انا حاضر مش فقط في الاعمال الدراميه انا شخصيه عامه يعني نعم في المسرح انا عندي اعمالي المسرحيه زادة اللي هي تجربه مهمه عندي تدريسي في الجامعه التونسيه في معهد السينما في قمرت فهمت هذا زاد يكون لك شخصيتك خاطر راهو شخصيه مش فقط ممثل انت شخصيه في وسط المجتمع تتحرك بكلك انك انك دكتور في الجامعه طبعا من بين ابعاد الشخصيه ولا هذيك ايه. تخلق لك عندك مواقف سياسيه خاطر انا فنان مانيش فنان نوتر نتفرج ونقعد في قهوه ونعمل نتبع الكاستينج ونمشي ليه انا عندي موقف في الحياه عندي موقف من العالم نحب نعطي راي هذا من بعد شويه باش نحكيوهم مواقفك السياسيه مواقفك من الوضع اللي تعيشه البلاد اليوم وخاصه مواقفك من بعد بعض المواضيع اللي تحكي عليها اليوم في المسلسلات متاعنا والأعمال الرمضانية المثيرة للجدل، الزواج العرفي، المرأة المعنفة، المرأة اللي تقبل العنف، الحرقة، الراسيزم اللي موجود في مسلسل الحرقة تحكي عليه برشا، والإرهاب وغيره، الدور العنيف بعد براوي لحنش والنمطية هذه قعدت فيك لكن ما تشبهلكش بنسبة قديش؟ أوه برشا بنسبة 80% 80% ما يشبهليش براوي لحنش. ناخذوا فاصل صغير مع الاخبار ثم نرجع نكملوا حوارنا مع ضيفي حماده حماد ماكشي لبنان خميس مع ضيفي حمادي الوهيبي خليكم معنا راجعين. يا فهم على راديو صحة شربتكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فيكم رجعنا لكم هذه ساعتنا الثانية من ليلى يحضر بحذين الممثل القدير سي حمادي الوهيبي صحة شربتكم من جديد يعطيك الصحة عايش حكينا في الجزء الأول على مشاركتك وأعمالك في رمضان 2022 بصراحة كنت يعني حتى الجمهور يقول انتظرنا خاصة بعد الشرب أنه انطلاقة أكبر يكون موجود أكثر حمادي الوهيبي غابت الاتصالات ولا أنت ما تفركسش وما تسألش على الكاستينج ولا حتى أنا انتظرت هو ليه معناه بعد شورب نورمالمون إبراهيم الطلياني معناه عمل حضور معناه حضر به ليه ما شو معناه يوم البعد شوية خاطر أنا مقيم في القروين وبرشا محمد باش ما نغلطش العباد وما غلطش الجمهور يعرضوني نفس السؤال يطرحوه العباد برشا ناس قالوه نشوف نبدا نتفرج أنا في الأعمال ما نجمش أنا ما كي ثم مخرجين نعرفهم نتعامل معاهم نحكي انا وياهم باستمرار كيما صار مع نصر الدين ولا غيره وثم مخرجين ما عيطوا ليش هما حرار حتى تعامل ذا اللي لحد الان مع سامي الفهري لا 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 سوسن الجملي نون بلو سوسن وقت اللي هي اسيستات خدمنا مع بعض يعني انت اسيستات خدمنا مع بعض يعني تعرف حمادي الوهيبي تعرف حمادي الوهيبي هو حتى سامي يعرفني علاش ما يعرفني ليه حتى سامي يعرف امام في تعامل مباشر معك والله ما ليه ما عيط ليش وما تقابلناش وما تتفرج السنه في اعمال قاعد تشوف نشوف اي نشوف هذيك خدمتي انا خدمتي لاني كممثل ساعه نتفرج ثم انا ندرس في الجامعه ديريكسيون داكتور اداره الممثلين فانا مطالب اني ناخذ النماذج للطلبه نوريهم للطلبه ما نتبعش بحذافيره لانه انا تهمني المسائل التقنيه الساعه يهمني الاداء يهمني كذا
فالخرافة ما نتبعش برشا الخرافة. ثم ثم التخمة متاع مسلسلات لأنه حتى معناها نفسانية انت يمش تشوف الأعمال كل ما تنجمش تشوف. انت الخرافة حكيت عليه وهي نقطة مهمة باش نستغل حضورك كأستاذ هوني خاصة. عندنا مشكل في الخرافة ولا السيناريو ممتاز تراه في الأعمال؟ ناخو برهان بسيس مثلا يقول وقيت الرجع شوية السيناريوات وقيت الرجع شوية الأعمال الرمضانية، فما مشكلة في الخرافة؟ هو نقطة الضعف متاعنا في الدراما التونسية في السنوات الأخيرة هي الدراما الخرافة. هي السيناريو، هي الحكاية، هي القصة. استسهال، هناك استسهال في الكتابة. طالما أنه ما زلنا نعمله أنه المخرجين يحبوا يكتبوا هما بيدهم معناها الحكاية وما يستعينوش بدي سيناريست، وما يكفيش أنه تتعلم تقنية الكتابة متاع السيناريو. صحيح السيناريو سيتون تكنيك، فهمت، معروفة هذه التكنيك، تقنية باش تكتب سيناريو، ولكن هذا ما يكفيش. راه باش تكتب سيناريو يلزم عندك خلفية معرفية وثقافية باش نجم تبني عليها. أنت قاعدة تأسس العالم، مش معناها سيناريو خرافة محمد، هو واحد يعمل في مجتمع مصغر في عالم آخر. هي تو معقول تعمل مجتمع وأنت مكش فاهم الاقتصاد والسياسة والأخلاق والقوانين وكذا، تدخل ساعة ساعة تتفرج تحب تعمل مسلسل وفي برشا مسائل قانونية، كيما تو تحكي على براءة في حكاية الزواج العرفي وكذا. باش تكتب الشيء ذاك يلزمك تطلع في المحاكم ورأي القانون وماذا يقول القانون وتفصيل الشيء ذاك باش تنجم تكتبك الحاجات هذيك اللي تحب تعملها. كيف انت باش تعمل كان يا ما كانش وترجع به المسائل التاريخيه، لازم تكون مطلع على التاريخ. اي تعتبر فما اختراق مثلا للاخلاق والقوانين في بعض الاعمال؟ براءة مثلا خذيناها كوم اكزامبل، فما اختراق تحسه للقانون؟ ثم مش في القانون، ثم ساعات مبالغات، ولكن شوف من حقه هو. أنا ضد القمع وضد كان فما توظيف دور كريمو المحامي فسر عقوبة الزواج العرفي يعني بالنص القانوني كيف ما يلزم. هل هوني يحتسب ذكاء للسيناريست؟ هذه حاجة إيجابية. هو ذكي، احنا متفقين في مانيش نجادلوا. سامي الفهري رجل ذكي ومنتج ذكي ومنشط ذكي وصاحب قناة ذكي وناجح ومخرج مهم. ومخرج ومخرج مخرج يبحث عن نفسه، يتطور، قاعد يتطور بصراحة. خاطر لاحظت سميت كل الأعمال اللي عنده قلت عليهم ذكي ذكي ذكي، مخرج ما سميتهاش يا أخي. حبيت نفكر حتى حمادي الوهيبي، حتى حمادي الوهيبي ماهوش كيما كباحث ولا كممثل ولا كمخرج مسرحي، ماهوش على قدم المساواة. باش تلقى في حاجات يتفوق على حاجات. بالنسبة لسامي الفهري باش تلقاه كمنتج متفوق أكثر منه كمخرج، ولكن زاد كي تعمل الباركور نتاعو تشوفوا اللي هو قاعد يتطور بصراحة. تطور ثم تطور يحتسب له هذا بيان سور. موضوع الزواج العرفي تم تناوله بالشكل المناسب في براءة؟ في تقديري أنا طبعا في تقديري أنا كانوا ينجموا، لو كان كاتب آخر مهم يعني كاتب آخر معناه ومتمكن وصاحب صنعة وكذا، حتى كان باش يحكي على الزواج العرفي يعمل مقاربة أخرى، ما يوليش هو لاكس برانسيبال، فمتى ينجموا راهو نحكيوا عليه. هو ظاهرة موجودة في المجتمع، ولكن راهو في الدراما مش كل شيء موجود يلزم نحطوه في الدراما، معناه يلزم مهما كانت التكاليف. مش كل شيء موجود نحكيوه، اي معناها مش كل شيء بيان سور. شو كي تختار حاجات باش تحكيهم، راه انت مثلا مش تحب تحكي على الزواج العرفي، اولا الساعه انت تختار الوقت المناسب للزواج العرفي، وهو ماهوش موضوع ما ينجمش يعطيك بيست كبير باش تحكي فيه كل شيء، ما يحلكش. هو تفصيله من تفصيلات في وسط المجتمع. ثم حتى الناس اللي يعيشوا في التجربه هذه هما محدودين في الزمان والمكان ايضا كان حبيت. فهمت كي تقول لي نحكيوا على العلاقات الخارج الاطر، اي تولي حكايه اخرى، تولي برشا. فهمت هذاك صحيح، ثم ازمه حقيقيه اللي هي تتعلق بازمه المجتمع، ازمه المؤسسه الزوجيه، وقتها نحكيوا على حوايج اخرى. فهمت انا يلزمك دي سوسيولوج باش يحكيوا في المواضيع هذه. في نصوصك المسرحيه ولا في اعمالك المسرحيه مثلا ترجع لسوسيولوج؟ ترجع تبيع كل اعمالي الاخرانيه اللي تحكي اللي تابو كل تكشف. انا نحكي في اللي تابو، ماني قلت لك انا نحكي في اللي تابو، ولكن انا وقت اللي حكيت على جويف مثلا جبت دي زيكسبير خبراء في المسألة اليهودية، وقعدنا معهم مع الممثلين وجلسنا معهم في أثناء التدريبات في الروبة كيف جبت قضاة وجبت محامين وحكينا معهم وتفاعلنا معهم، هذيك من تحسين الحاصل. واضح. نجم العمل البراءة بالنسبة ليك إلى حد الآن؟
والله شوف انا الممثلين عاجبيني راه بصراحه ما نجمش تو نناقش انا الممثلين تقريبا بنسبه 80% ممثلين خدموا خدمتهم خاصه ريم الرياحي عجبتني برشا الحقيقه. فتحي ديما كما قلنا فتحي ميتيحش على السميك فتحي الهداوي انسان صناعي يعرف خدمته بالكدا بالكدا وساسفوا معناها ما يحتاج برشا ديريكسيون فتحي الهداوي يكفي انه يتناقش هو المخرج ويستوعب الفكره ينجم يعطيك الشيء اللي حاجتك بيه. محمد علي بن جمعه زاد كيف كيف باهي الاولاد معناها نخزر لهم. عزة سليمان مثلا شفتها احلام الفقيه والله يعطيهم الصحة ربي يعينهم. شنو هالضحكة هذه؟ تبش تعطي رايك نعفيك؟ ليه ليه علاش نعطي رايي؟ مازالوا هذوما مبتدئين شنو باهيش تو انا نحكي لك على فتح الهداوي. هذا صف فما صف اخر زاد فما شبيبة صغار قاسموا في نفس العمل. شوف حط فيهم راهو ماهوش قمام اما تقييمي انا في تجربتي انا المتواضعه نقول انه الفن ذايا راهو الفن ذايا ياخو مشوار طويل باش تنجم تبني. ما يكفيش انك تعمل تصويره مزيانه في الانستغرام ولا وجهك شباب بالمقاييس المتعارف عليها باش تولي انت ممثل باهي فهمت. وهذه من الاخطاء أقول له أنا سامي الفاري من أخطاء سامي الفاري هذه نقاط ضعفه مثلا نقاط ضعفه الكاستينج في برشا مرات ميغوصش ما يختارش الممثلين اللي يعبيه البلاصة يعبيه ويهزوا معاك المشروع فهمت. أنت مش تحكي الموضوع كيما كيك يزبوا ممثلين كبار فهمت. ممثلين كبار كيقول ممثلين كبار مش كبار في العمر في التجربة في التكوين في الفورماسيون لأنه ديما نقول راهو الأداء فيه إيقاع إيقاع كيما النوتة كيما العواجي كيما واحد ريتم هذا يتحكم فيه مش أي واحد يعطي الدوزاج نتاعو فهمت. الدوزاج نتاع الأداء يتحكم فيه صناعي بيان سور وثم كومبليسيتي مع المخرج بيان سور مش أي مخرج يعرف يعمل ديريكسيون زادة باش نبداو واضحين وثم مخرجين يستعينوا بناس كيما عمل سامي الفاري ما عايت العاطف وعايت الصادق وعايت المعز وعايت لهم الأولاد الكل وعبد الوهاب الجمل الكل عايت لهم باش يعاونوه في الديريكسيون وهذا مهمة يحتسب لسامي الفاري هذا هذه حاجة إيجابية قلت الذكاء نتاعو هو في أنه يعرف يقول وإحنا بلغة الدارجة من أين تؤكل الكتف ولكن بارفوا هذيك تتسمى أحيانا يطرق في بورتافالس يقول الاسبانيول معناها يطرق الباب الخاطئ ثم ممثلين يراهن عليهم هو لكن ما يقنعوش معناها ما يقول ما تسالنيش انا تقول لي انت لا انت اكسبير ولا كونيسور ياسر تكنيك لا انسى الانسان العادي تو يقول لك انا نميز ما بين الاداء نتاع اكس وما بين الاداء نتاع ايغريك يميزوا العباد في نفس الوقت مع براءه نمشيو نلقاو حرق العمل اللي تقريبا ينافس في فرد وقت البث الزوز موجودين على منصة سامعها ولا ضد فكرة المنصة؟ باهي فكرة لا لا باهي فكرة المنصة معها العمل الحرقة لو نقول لك الثغرة اللي فيه ولا نقطة ضعف العمل في جزء الثاني إيقاع العمل هو توسع هو المتميز على الأعمال الكل راهو الأخرين معناها أنا في تقديري في تقييمك الشخصي. في البوديوم رقم واحد حرق والله اي في الشكل في الشكل هذاك خاطر تو باش ما نظلمش حب ملوك لانه حب ملوك دراما اجتماعيه خفيفه معناها في الخفيف الاخر في الفونتازيا اكثر كان يا مكانش كان يا مكانش فهمت. اما حرقه وفوندو وبراءه يقربوا لبعضهم فرد تصنيف في القماش تقريبا يقربوا لبعضهم. نحس اللي حرقه متميز عليهم معناها متميز عليهم اولا في الحبكه الدراميه متميز عليهم وحتى على مستوى الصنعه يبدو لي بيان سور الاسعد خذا معناها الثقه في روحه وعنده ادوات تعبيريه اصبح متمكن من ادواته التعبيريه ثم تفوق نسبي في الجانب هذا. هذا ما يقللش راهو من قيمه سوسن الجمني اللي هي طبعاً قاعدة تجتهد وانا نمن راهو بالتراكم راهو ما تجيش المخرج تقول له حتى انا بيدي انا في تجاربي المسرحيه عندي تجارب مسرحيات قديمه ما تنجمش قارنها انا بجويف ولا بالروبه ولا بالصبرات فهمت ثم تطور هذاك علاش نقول انا حتى سوسن الجمني ما زلت عندها الفرصه باش تعمل حوايج اشب من هكا واعتقد انه قد يفاجئنا سامي الفهري بصدمه من الصدمات تقع له لانه ما استفادش هو من الصدمه بتاع التجربه السجنيه ولكن تنجم تقع له حكايه اللي تخليه يغير
رؤيته للدراما ويغير موقفه من العالم هذا من السياق هذا ويعمل قفزة نوعية. تو باش نستناو زاد الأسعد في تجارب أخرى مختلفة لأنه يعني كمل الثلاثية متاعه توا اللي هي حلمة من الحلمات متاعه وعملها. ما تنساش اللي الكل هم هذوما اللي موجودين خدموا مع ممثلين صحاح معناها يخدموا بالقدا وقاعدين يقدوا في رواحهم. ان شاء الله يرجعوا للسيناريست لان نفتقدوا لعلي الواتي, نفتقدوا لعبد القادر بالحاج ناصر, لفيق ابو جدي, نفتقدوهم هذوما. وان شاء الله الكتاب الاخرين كيما حسن بن عثمان ولا حسون المصباحي ولا شكري مبخوت ولا حافظ في السيناريوهات ولا هي هذوما يلزمهم يرجعوا يكتبوا. سؤال اخير نكمل به معاك سي حماد الوهيبي وهو سؤال مستمع هذا بعث باش نوجه لك السؤال هذا. ما الذي ينقصنا باش نعملوا عمل في حجم الاختيار ثلاثة؟ إرادة سياسية. نحن السياسيين متاعنا ما همش مؤمنين بالدراما وما همش مؤمنين بالثقافة. الآن نعيش أزمة ثقافية حادة وحادة جدا وهذه فرصة باش نقولها لك. المؤسسة الثقافية الآن تعبة, يعني الإمكانيات متاع المؤسسات الثقافية تعبة برشا برشا, ما ثماش الشيء ذي. ونستغل هنا الفرصة باش نحكي على حاجة تدوخ مراكز الفنون الدرامية التوى. نحن توى في نص أفريل مخذوش 20% من ميزانية 2021 ومع ذلك أنا نكلم فيك توى وخليت ندوة صحفية متاع مهرجان المدينة في في القيروان ومع ذلك المراكز هذه قاعدة تخدم ومع ذلك قاعدين نوزعه قريبا الروبة نهار 21. ممتاز. طبعا لا بالعكس قل لي مسرحية الروبة نهار 21 باش نشوفها في دار الثقافة ابن رشيق ونهار 24 في سوسة في المركز الثقافي الدولي. عاود لي 21 اللي هو الخميس الجاي ان شاء الله ونهار 24 اللي هو نهار الاحد. نهار الاحد الوقت 9:30 تعليل ديما 9:30 تعليل 9:30 تعليل ابن رشيق في تونس والمركز الثقافي في سوسة زاد كيف كيف. هذوما ثم عندنا مشكلة إرادة سياسية. إرادة سياسية لو تتحط في عمل درامي نجم يكون عندها تأثير وبعد اجتماعي. طبعا اللي عملوه توا الاخراني وكان جات ثم دراما حقيقيه وعي حتى الاستشاره كانت كانوا ينظروا لها العباد اوترومون. هو باش يخدم الاختيار, الاختيار راهو اراده سياسيه وراه فهمت باش تبدل مجتمع كامل. يلزم نمنوا بالميديا نمنوا توا نحن يسمعوا فينا ناس انا وياك توا قاعدين نساهموا في خلق راي عام قاعدين نصنعوا في راي عام. السياسيين في غيبوبه راهو احيانا يبداوا في غيبوبه الان وهنا ديما يفكر الان وهنا الان وهنا. حماد الوهيبي سعيد جدا ان نكون ضيفي يعيش. نلتقي قريبا ان شاء الله نزيدوا نعملوا حلقه محضر لي حاجه انا محضر لك حاجه باذن الله الدوامة تنجم تكون ضيفي واكون سعيد بذلك. ناخذ فاصل صغير واستقبلوا مع بعضنا عياد واحد من أهم وأبرز نجوم العمل الحرقة نحكيه على أسامة كشكار بعد الفاصل. خليكم معنا راجعين.